السلام عليكم. جاني واحد الخبر هذا الصباح، هذا هو قريت شي صفحات قال لك اودي عيوش شدوه، صفحات صحراويه ديال بوليزاريو، قال لك سيدي عيوش شدوه. ما عرفتش هذا الخبر، انا بصراحه غادي نتاكد دابا، غادي نتفي على هذا الشيء دابا، غادي نمشي عند البوليس نسولهم واش نتفي على عيوش شد ولا لا، سنعرفوا ماذا صحت هذه الاخبار. اش كدير يا؟ قالوا لي شدوك. لا كنت نسيي كشربات هي في المطار من فرانكفورت. اييه انت صحراوي هذاك؟ اييه انت صحراوي راعي. انا ما نمشي بلا بي. ايوا صافي، حيت قالوا لي شديتيك تاعي نجي نشوف نتاكد من راسي. لا شديت مول والله يعطيك بلا ودي. لا هو ايوا صافي. فين غابرتي؟ فين غابر؟ هو غابر غير هنا في المطار. ايوا مزيان. فين غادي دابا؟ المغرب ولا؟ ان شاء الله تعالى لبلادي، وغنمشي نصور فيديو كلوبات ان شاء الله مع الاخ فنان جباره. عندك جديد؟ عندي جديد ان شاء الله. راه برا شنو غادي ديرنا ان شاء الله؟ غادي ندير موسيقى وطنيه وكل شيء كيعنى يعني بالقضيه الوطنيه ان شاء الله. ان شاء الله. لازم فين غادي تصوروه؟ فين؟ والله معامل مع جباره، محمد جباره ياك؟ مع السيد الفنان محمد جباره. والله يعطيك تحيه لخونا جباره محمد. تحيه حتى للاخ نبيل راه قام باللازم. غادي يكون داك الشيء هارد روك ياك؟ غادي يكون شي حاجه واعره فيها، كاين غير القيطار فيها الحسانيه. واش بارك الله في الصلوات. اييه لابد لابد. واه كنعرفو غيتاريست واعر محجوب بصفه عازف. نوجه ليه التحيه يعني حتى هو. واحد المجموعه زينه. نوجه ليه التحيه مزيان ان شاء الله. يقول لي طريق البلاد. يقول لي ان شاء الله الجديد. الجديد ان شاء الله 100%. شي حاجه تكون مزيانه غادي تكون واعره، غتكون شي حاجه كتشرف الشعب المغربي ان شاء الله. هكاك مزيان. تشرفوا في الراديو، تشرفوا انترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. وشنو غادي تقول للبوزرزور؟ غادي نقول البوزرزور غير حلموا، انا ما كاين اللي غادي يشدني، الحمد لله تعالى عايش في الديمقراطيه وغادي للديمقراطيه. ما عندي حتى شي مشكل، وعلاش كاع نتشد؟ ما درتش حاجه خايبه. راجع لبلادك عادي؟ راجع الحمد لله. ماشي دابا، انا كنمشي ديما للبلاد. وعلاش هما طالقين عليك هذه الاشاعه ديال؟ طالقينها لان كيتمناوها. الانسان كيتمنى شي حاجه كيبقى يطلقها. ها ولد عمي هذا مكان. اسيدي مزيان. يقول لي الفيديو تكون فيه الدراعيه، يكون في الصحراء ان شاء الله. غادي يكون ان شاء الله باللبس الصحراوي، وغيكون في طبيعه زينه ان شاء الله، وعندنا عمل اخرى يعني اعمال اخرى ان شاء الله تعالى. بالاضافه انني وعدت يعني الناس اللي كتفرج فيه والجمهور انني غادي ندير لهم مسائل من الميدان ان شاء الله، وغادي نستمر في هذا. راه غادي يكون معايا ان شاء الله في اللايف من الميدان. راه باش نشدوا عليها باش ما يقولنيش. نكون معاك ان شاء الله من جبال الوركزيس. ما يقول لي من بعد الا ما كانش عنده الريزو. الا ما كانش عنده الريزو الا ما كانش عنده الريزو ما نديش عليه، ولكن الا كان عنده الريزو. الا ما كان الريزو في الدار، من الدار انا والفنان جبار ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا مع حاطين معنا تاي ونجمعوا معنا مع الناس. واحد اللايف نضحكوا شويه ونعرفوا شنو الجديد ديالكم. نضحكوا شوي كيفاش تقبلوكم الناس في المغرب. لابد حتى داك الشيء غنصوروه ونوثقوه ان شاء الله. غيكون بخير، غيكون كل شيء زوين ان شاء الله. غتوصل للداخله ان شاء الله والعيون ولا؟ لا غادي نوصل غير النواحي ديال اسازاك المحبس، لان المحبس اللي عليها الضغط بزاف دابا. عندك نزل عليك شي صاروخ راه سمعت الصوار خير كيهبطوا تما كيطيحوا. لا لا دوك الصواريخ ديال راس العام وصافي. ندي انا معايا واحد الباكيه هنا داي ماك ديال داينا، خاصني نجاوبهم بهم ان شاء الله. غير هادو ديال المانيا كيديروا الضو في الليل مزيانين. اييه هادوك ما كيديروش الضو. لا هادوك ديالهم كاع ما فيهم الضو. كيديروا الضو، هادوك راه كيديروا الضو في التلفازه ديال 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 الجزائر. اييه هذيك خلاص تلفازتهم، هذيك تلفازتهم هما، تلفازه الكذيب سميتها. تلفازه الكذيب. الكذيب يعني الكذوب، تلفازه الكذوب كاملهم مبنيين على الكذوب. حتى هذا الشيء اللي طرقوا اليوم هذا الصباح خلعت لي الوالده شويه كيف كتشوف السيناريو. كان شويه الاتصال وكان كذا، ولكن احنا ما عرفنا راه داك الشيء. ما هاد الناس ما عندهمش والدين واقيلا كيبغوا، ما نعرف شافوك ما يقولوش. دابا هو شافوه غاب قال لك اودي راه تشطلقوا عليه غير اشاعه. ما لحقتش فيديو اليوم هذاك الشيء علاش. ما لحقتش فيديو، مشاو طلقوا هذيك الاشاعه ما عرفتش علاش. ولكن السفر ما خلانيش نلوح فيديو، لانني خاصني نجلس يكون الاوديو واجد ان شاء الله، يكون ماتيريال ويكون على كل حال ان شاء الله تعالى. غنستمر. هاد السيد هذا راه ما بيه ما عليه كما كيقولوا، راه ما شادو حد والله. هذا شادو المغرب دابا، شاد الطياره ان شاء الله. وشادو انا اييه، وكان بغيت نشكر خويا نبيل راه قام باللازم. الله يحفظك. الله يودي وجاني للمطار ورحب بيا واشتركنا القهوه واشتركنا تاي والجماعه، وهكا يكون ولاد خميسات وهكا يكون ولاد المغرب كاملين. الله يعطيك الرضا ودي السينابي. هذا الشيء غادي نقول. شنو كنقول لك؟ كنقول لك ديما ولد عمي ياك. اييه وجاب لي الحرشه. الحرشه توحشتها صافي. هذا مكان فطرنا بالحرشه. هو بس سيدي نقولوها. لا عرفتو كان موحش الحرشه، جبت لي الحرشه. والله الا موحشها ورزت القاضي حتى. والله الا ما قلت لماذا من هذا الصباح قلت لها ديري الحرشه ديريها بالزايد حيت غادي نتلاقى مع والله الا زينه محمد خويا. فيها كل شيء مده باينه فيه مده ما والله ما مشاش للمغرب. نديو لي الحرشه معنا. والله الحرشه عزيزه علي. والله ايوا سيدي مزيان بصحتك وراحتك. هو التحيه للجماعه. كي جاتك هذا مزيانه الحرشه؟ والله الا زوينه الفرماج. يا سلام
الحرشه راه الانسان الا بغى يدير الحرشه شنو كان خاصك؟ كان خاصك كاس الرايب سيرو. اتاي هو الدماغ والله. وان شاء الله تعالى نكونوا الليله ان شاء الله في الدار البيضاء ان شاء الله. ان شاء الله ونلقاو ناس ثانيين ومن هنا ان شاء الله واحد يومين غادي يكون الجو في سميتو في يعني مع التصوير ديال الكليبات ومع الخدمه. دابا انت غادي للمغرب على ود الخدمه غادي على حساب خدمه ديروا اغنيه وغادي تصوروا فيديو كليب وغادي يستمر حتى في الاوديوات ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اذا الفيديو كنت قلتها للجمهور كنت قلتها للمتتبعين ديالي على اساس انه غادي ندير لهم من الميدان يعني من الطبيعه من وحي الطبيعه ما غاديش نبقى لانهم فهموا باللي راه كاينه شي حاجه وباللي راه غنمشي للبلاد وراني ماشي للبلاد وكلت الله على دوك الناس عذبوا لنا الوالده ولكن داكشي غيلقاو عند الله سبحانه وتعالى. ايوا معليش اذا انت كتوعد الجمهور انا كاين شي اغاني قراب ان شاء الله. كاينين اغاني زينين كتوعدني انا غادي نديروا ان شاء الله شي لايف فاش كنت معاك باش نهضروا على هادشي كامل. انا والفنان معك جباره معك ان شاء الله تعالى. هو جباره محمد الفنان ديالنا جباره محمد راه كيسمع حتى هو. هادي غادي نقول له ان شاء الله يسمع معايا ونحطهم معنا حتى هو راه صديق ما غاديش. والله لابد ان شاء الله. ايوا مزيان اذا ما الحمد لله انت طمنتينا عليك دابا ما كاين والو. لا بخير ما خصني خير بخير الطياره بقات لي ساعه دابا ندخلها ان شاء الله. ايوا صافي الله يعاونك حنا غادي نسلموا عليه ونقول يا ودي ندعيو مع طريق السلامه ان شاء الله. انا عارف هذا الفيديو غادي نحطو من بعد ولكن دابا حيت اليوم هو غادي للمغرب والاشاعه خرجت هذا الصباح قبل ما نخرج شتي بلايص دايرين بانه راه مشدود وهذا هو قلنا نطمنوكم عليه الله باش تعرفوا بان الامور كلها هي هذيك. هو هذا غارو كان رانا عيانين تعرفوا الشعر ما مقاد. لا معليش نديو عند الكوافور حتى الكوافور لا الكوافور كيتسنى الكوافور كيتسنى فا كادير فا كادير غادي يردني عاصي الحلاني. او اسيدي مزيان بغيتك تقول لي واحد الكلمه الاخيره للجمهور ديالك. ديالي نقول لهم اسيدي الجمهور ديالي انا نقول لهم راني مستمر في الفضح وراني ماني خايف من حد تكون من مولانا غير من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. ومادام رضات الوالدين معايا راه ما غادي يخصني خير وهذا ما كان وغادي نستمر ان شاء الله. كانوا كيجوك شي تهديدات هاد الايامات الاخرى هادي ديما انا التهديدات كيجوني عن طريق الواتساب كيجوني عن طريق كاع المتتبعين ديالي راه كيدخلوا كيشوفوا التعليقات كيشوفوا التهديدات نفس التهديدات ديال الناس اللي ما مربيه غادي نذبحوك غادي نديرو لك الى لقيناك غادي كذا غنسرقوا لك ولدك غادي نفس اللي التهديدات اللي داروا الاخت المغربيه اللي داو لها الكاسكيطه وداكشي هما مربين على داكشي فهمت ولكن حنا ما علاش دابا راه كنت كنقول لهم ديما واحد القضيه علاش هاد التحضر دابا الناس ما كاينش عندهم ما كيواجهوش الفكره بالفكره دابا انت باش كتقول لي شي حاجه اللي ما كتعجبوش كيقول لك خصني نضربك خصني نفعل لك خصني نتهلك هاد القضيه اللي كنقولها ديما شوف اللي مازال كيدابس ولا مازال كيعطيك الفكره هي الناس اللي عايشين في الغابه واللي كيعيشوا في الغابه هما الحيوانات كاين شي حاجه سميتها الفكره كتحارب الفكره بالفكره كما كنديروا حنا كاملين والله غير هي واحد القضيه تقدر ما تسمع لياش يقدر ما يعجبكش كلامي تقدر مثلا تكون عندك قناعات اخرى فهمتني ولكن كنبقى انسان وانت انسان احترموا بعضياتنا نقدروا نتلاقاو انا وياك مثلا ونهضروا ونتناقشوا في الافكار وهذا ماشي ولكن ديك القضيه ديال التهديد غادي نفعلوا لك وغادي نطرقوا لك راه صاحبي راه النيفو طايح بزاف نيفو طايح نيفو طايح راه حشومه كاع بنادم بعقلو خصوصا فاش كتلقى ناس كبار يعني بعقلهم كتلقاه في شلاغمي وكيكتب لك شاد المستوى والله ماشي خوف ماشي خوف حنا الحمد لله في بلاد ماشي ديال السيبه وديالها ماشي مساله ديال الخوف ولكن كتشوف الفكر ديال هاد الناس كيفاش الفكر ديالك فاش كتفكر بديك الطريقه غادي نضربك غادي ندير لك عفاك راه مازال ما وصلتيش للدرجه ديال البشر ولا ديال الانسان غادي فهمها الضرب راه ما بقاش موضه الناس راه ما كتضاربش كنا هنا في الالمان كنا هنا في الموضه في الالمان هنا بالضبط بعدا كنا كنتمناو شي حد يضربنا لان الا ضربك كتعرف بها ان ضربتي على راسك واحد 8 سنين يبقاو يخلصوا لك تعويضات والسن كدير 2000 يورو واش كنلعبوا حنا غير السن وحده كدير 2000 يورو وعلى كل حال يلا قول لهم بالسلامه سي محمد غادي ان شاء الله المغرب دعيو معاه مرحبا بكم وسهلا ولا غادي يكون وصل ديك الساعه باش غادي يحطوا هذا الفيديو من خلالك انت انني ما حدي في اساس زاك ما حدي في اقليم اساس زاك عند والدي وهذيك راه داركم اي يوتيوبر بغى يجيني يجي لاس الزاك يسول على عيوش الدار راهي داركم مرحبا بكم وسهلا سواء من طنجه سواء من القويره سواء من الرباط سواء من الخميسات اي واحد بغى يجيني لاس الزاك مرحبا به على الراس وعلى العين. حتى انا براسي كنتمنى لك طريق السلامه ان شاء الله وهذا الفيديو غادي نحطو من بعد من طبيعه الحال حتى تكون وصلتي على خير وعلى بخير باش ما يعرفوكش الناس فوقاش توصل ما تعرفش تحسوبان هذه مسائل اللي هي امنيه هذه طلبتها منك خينا هي تحسوبان لان غادي تحسوبان ما تعرف مراكش ولا في شي بلاصه يصيفط لك شي واحد ما تعرفش هذوك الناس في الشكل ما كتفهمش على كل حال يلا شكرا بزاف هو السيد راه ما بيم عليه ما مشدود ما مخطوط ما والو راه غايب عليكم واحد يومين على حسب فيديوهات لانه في الصفر ومن بعد ان شاء الله غادي عاوتاني يتواصل معكم على طريق اليوتيوب ديالو ان شاء الله يلا تهلا السلام عليكم.